كبيرة يا صاحب الهمل. أنا انتهيت من فقرتي، إن شاء الله أكون قدمت ما يليق بهذا الجمهور الغني بالثقافة. الفقرة الثانية سوف تكون على الأستاذ ناصر الحاج بعنوان زكي ناصيف رائد مجدد في الموسيقى العربية. فالأستاذ ناصر وينه؟ بدي أتحركش فيه بالشعر شوي. هو مبدع، هو عازف فنان، رخصت له الكلمات والألحان، بالفن ينشر للحياة ثقافة، والمنتدى بوجوده يزدان، والمنتدى بوجوده يزدان. الأستاذ ناصر الحاج. تحياتي.